يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. ارحب بدايه بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا النهارده. النهارده فعليا الحقيقه الحلقه دي تعتبر بدايه الاستعداد الحقيقي لموسم جديد، بدايه او ضربه البدايه ان شاء الله اللي هتكون ايام 15 او 16 اكتوبر، هتكون امام الحرس الوطني او جون دارميري ناسيونال بطل النيجر. النهارده الفرقه بترجع مره ثانيه للتمرين تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. وخليني اقول لكم كده بدايه قبل ما نخش في التمرين، وهنروح طبعا النادي الاهلي نتعرف على اخبار تمرينه النهارده، بس خليني اقول لكم كل الاخبار بقى اللي انتم سمعتوها طول الايام والاسابيع اللي فاتت كلها فانكوش، مش عارف علي معلول في قطر وعمرو السوليه مش هيجدد وبيتسو موسيماني في الامارات، كل ده الحقيقه فانكوش. والفرقه النهارده بتتدرب تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، مشوار صعب. هو موسم جديد متطعم شويه بموسم قديم، يعني احنا طبعا بدايه او ضربه البدايه هتكون في دوري ابطال افريقيا امام بطل النيجر، لكن ده ما يمنعش كمان ان احنا عندنا مباراه بيراميدز في كاس مصر بتاعت الموسم القديم، فتقدر تقول كده انه حاجه ميكس، يعني موسم جديد على موسم قديم، لكن في النهايه هنعتبره يعني حسب الاطار الزمني. احنا بنبتدي النهارده موسم جديد مع حضراتكم، كل التوفيق لابطالنا. اعتقد انه الفرقه ان شاء الله باذن الله جاهزه للمنافسه على كل الالقاب، وزي ما قلنا لكم احنا المطلوب من لاعبتنا ومطلوب من فرقتنا ان هم يقدموا اقصى ما عندهم، نحس انه اللعيبه قدمت جوه الملعب وبره الملعب اقصى واعلى درجات التركيز، اعلى درجات الالتزام، النتيجه دي بتاعه ربنا. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان النهارده في السادسه هيكون معانا سبوت لايت على الدوري الايطالي وعلى منتخب ايطاليا اللي بالمناسبه فيه احداث كثيره جدا، ويبدو انه الدوري على الرغم من ان هو يعني فقد كتير من الاسماء اللي كانت منوره قوي، كريستيانو رونالدو ولوكاكو واشرف حكيمي وغيرهم من النجوم، لكن ما زال الحقيقه الدوري الايطالي محافظ على سخونته وعلى قوه المنافسه فيه. والنهارده في الفيديو كونفرنس هيكون معنا سكايب من ايطاليا وتحديدا مع احد الصحفيين بتوتو سبورت، هنتكلم معاه على الدوري الايطالي، هنتكلم معاه على المواجهه بكره منتظره جدا، اتمنى انها انكم تتابعوها، هتكون هتجمع بين منتخب ايطاليا ومنتخب اسبانيا، ودي يمكن يكون تحت شعار انه لقاء ثأري طبعا، ايطاليا اللي خرجت اسبانيا من يورو 2020. كمان هنتكلم على بعض اسماء النجوم التدريب في الايطاليين، يعني طبعا اليومين دول في كلام كتير جدا على رانييري اللي احتمال كبير يرجع للدوري الانجليزي وتحديدا مع واتفورد، واسم طبعا انطونيو كونتي اللي بقى مرشح لخلافه سولشاير في انجلترا مكان يعني في مانشستر يونايتد، ومرشح كمان لخلافه كومون في البارسا. ايه ممكن يكون السيناريو القادم والمحتمل؟ وهيشرفنا طبعا في حلقه النهارده كابتن احمد بلال. خليني اقول لحضراتكم سؤال حلقه النهارده ومهم جدا اسمع راي الجمهور طبعا في منتخب مصر اللي اكيد هيكون حاضر معانا النهارده، من وجهه نظرك ايه هي خطه اللعب المناسبه للمنتخب امام ليبيا في ظل طبعا اختيار المدير الفني كارلوس كيروش للاسماء اللي هتخوض اللقاءين، لقاءين في منتهى الاهميه مع الاخذ في الاعتبار طبعا انك انت محتاج على الاقل من اللقاءين دول 4 نقاط. طيب ندخل في حلقتنا بقى ونبتدي باهم الاخبار والعناوين. اليوم الأهلي يبدأ استعداداته للحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا. موسيماني يتسلم تقريرا من الجهاز الطبي عن 4 لاعبين في الأهلي. جنوب إفريقيا تحسم موقفها من استضافة مونديال الأندية. والمنتخب يترقب وصول حجازي ومرموش اليوم استعدادا لمباراتي ليبيا. رابطة الأندية تقيم مراسم قرعة الدوري خارج أسوار اتحاد الكرة. طيب من النهارده زي ما قلت لحضراتكم في البدايه بترجع الفرقه تتمرن مره ثانيه، طبعا اول مواجهه عندنا ان شاء الله هتكون مع جون دارميري ناسيونال او الحرس الوطني بطل النيجر، منتظر انها تكون يوم 15 او 16 اكتوبر. لغايه اللحظه دي لم يتم تحديد الميعاد بشكل نهائي، ولكن دي اول مواجهه، ومن النهارده الحقيقه ابتدت الفرقه تدريباتها مره ثانيه تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. طب خلينا نروح للنادي الاهلي وتحديدا ملعب بطوله تيتش عشان نطمن على تمرينه النهارده اللي يمكن زمايلي بيبلغوني لسه التمرينه خلصانه حالا. زميلنا كريم احمد يمكن موجود داخل النادي الاهلي وعوده بعد غياب. مساء الخير يا كريم، وطبعا يعني رجعنا نبتدي موسم جديد بالتوفيق ان شاء الله باذن الله على النادي الاهلي اللي هتكون اول محطاته او انطلاقه الموسم من خلال طبعا مواجهه الحرس الوطني بطل النيجر. النهارده يرجع الفريق يتمرن مره ثانيه تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، تطمنا على التمرين النهارده.
مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت زميلي احمد، طبعا مرحله مهمه جدا بقى نبتديها ان شاء الله باذن الله بتركيز كبير وتحضيرات مميزه جدا من مستر بيتسو موسيماني المدير الفني مع الجهاز الفني بالكامل. النهارده يمكن قبل المران مباشره اجتمع موسيماني طبعا مع الجهاز الفني بالكامل للتحضير والاطمئنان طبعا على الفتره اللي جايه، وتحديدا مباراه الحرس الوطني. طبعا كلها استعدادات على المستوى الاداري الكابتن سيد عبد الحفيظ، والتنسيقات المستمره طبعا مع سفيرنا في النيجر للترتيبات الخاصه بالتحركات والترقلات وكل الامور دي. دي امور الحمد لله بنبقى مطمنين عليها بشكل كبير جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. والجانب الفني طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه وتكون انطلاقه كبيره للنادي الاهلي، نرجع تاني للامجاد الكبيره اللي احنا حققناها، البطولات العديده اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت ترجع من جديد وتكون انطلاقه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي من مباراه الحرس الوطني. النهارده للتدريب كان تدريب قوي الحقيقه لفريق النادي الاهلي، عوده طبعا بعد 3 ايام راحه. بيحاول طبعا الجهاز الفني بشكل عام ان هو يوزع الفترات الراحه بشكل على لعيبه النادي الاهلي، لان خلاص داخلين في مرحله كبيره جدا من ضغط المباريات ومعسكرات المنتخب، ولاعبين طبعا كثيرين جدا هيكونوا الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني باذن الله مع النادي الاهلي، ما بقاش في لود عليهم بس ما بقاش في مجهود. لكن النهارده تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي، جزء بدني كان كبير، جزء كوره كان كبير جدا كمان. عدد من اللعيبه الحقيقه شفناها النهارده اطمنا عليها على راسهم بيرسي تاو النهارده الحقيقه يعني شارك في جزء كبير من التدريب، ودي اشاره ورساله مهمه جدا طمنا طبعا عليه بشكل عام من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله على جاهزيته. الراجل قال هياخد تدريجي الفتره اللي جايه بالنسبه لتدريبات الكره، لكن واضح ان الشغل الكبير اللي كان معمول معاه الفتره اللي فاتت، واصرار كمان بيرسي تاو الحقيقه ان هو يكون مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمة. حسين الشحات كمان اللي كان بيعاني من بعض الالام في العضله الضمه متواجد وشارك في التدريب بكل قوه. كل اللعيبه الحمد لله بتادي التدريبات بشكل قوي جدا. لكن كمان الامر المهم جدا اللي يمكن اكدت عليه هو وجود محمد مجدي قفشه، الحقيقه حاجه رائعه ومميزه جدا رغم خروجه من المنتخب. مش هنتكلم طبعا على اي امور خاصه لان في انتظار غدا زميلي احمد المؤتمر الصحفي الخاص مستر كيروش، لان احنا عايزين نعرف طبعا غياب قفشه وغياب محمد شريف هل هو رؤيه فنيه ولا الامور يعني ممكن تكون في اتجاه تاني. لكن النهارده قفشه الحقيقه رسالته كانت مهمه جدا، وجوده النهارده النادي الاهلي ادى قفشه 3 ايام وادى محمد شريف 3 ايام راحه، وجود محمد مجدي قفشه الحقيقه رساله كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي ان الراجل عايز يكون متواجد، مش فارقه معاه يكون متواجد او مش متواجد، الموجود في المنتخب ان شاء الله يؤدي على اعلى مستوى. لكن احنا همنا طبعا هنا هو النادي الاهلي، احنا بنشوفها ان احنا عايزين شريف يريح وعايزين قفشه يريح، لكن كمان جمهور النادي الاهلي كان عايز قفشه ومحمد شريف يكونوا بيمثلوا منتخبنا الوطني في مباراتين صعبين جدا خلال الفتره اللي جايه. لكن ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. النادي الاهلي بقى يبدأ يستمر على تدريباته ويستأنف تدريباته بشكل يومي 3 طبعا تجمع 4:30 هيكون التدريب، على امل بقى لسه تحديد المباريات الوديه. طبعا زميلي احمد انت عارف لسه في فتره شويه قبل السفر الخاص بيه النيجر، لم يستقر حتى الان الكابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني هل هيكون وديتين ام وديه واحده. لكن من خلال معلوماتنا يعني نقدر نقول بعد 48 ساعه سيتم تحديد اولى المباريات الوديه اللي بيستعد بيها النادي الاهلي بكل قوه ان شاء الله للمرحله القادمه، واهمها ان شاء الله مباراه الحرس الوطني. طبعا كريم الدوليين غيبوا عن المران بتاع النهارده، يعني سواء علي معلول، ميكسوني، ديانج، وطبعا الدوليين اللي موجودين مع منتخب مصر غابوا عن تمرين النهارده. بالتاكيد زميلي احمد، لكن انا كان ليا سؤال، هل الدوليين هيكونوا راجعين هيمشوا معانا من هنا على النيجر ولا هيتم ترحيلهم ويروحوا على النيجر مباشره؟ يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ اكد قال ان كل الدوليين بيتم التنسيق والتحضير لهم ان عقب انتهاء مبارياتهم يتوجهوا مباشره على النيجر على ان يلحقوا ببعثه النادي الاهلي. لكن الحمد لله بطمنك البدايه ان شاء الله تكون مبشره لفريق النادي الاهلي. التدريبات الحقيقه كان في تقسيمه اخيره في منتصف الملعب كانت حاجه رائعه جدا، بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل النادي الاهلي واستمر في اطمن منك على عمار حمدي لانه كان يمكن سمعنا انه بيشتكي من بعض الاجهاد العضلي، يعني يمكن شفته بيجري مع الفرقه في تمرين النهارده، فنطمن منك برضو على حاله عمار. الحقيقه عمار حمدي يعني احرز 3 اهداف مميزين جدا، نال تحيه الجهاز الفني بالكامل ولاعيبه النادي الاهلي في التقسيمه اللي باكد عليها كانت قويه جدا. عمار جاهز بكل قوه للمرحله القادمه، لم يشكو من اي اصابه، كان جاهز النهارده في التدريب، خد التدريب بالكامل، الامور الحمد لله طيبه، بس يا رب يبعد عننا الاصابات لان الحماس كبير والمجهود كبير اللي بيبذل خلال المرحله القادمه. لكن الكل جاهز زميلي احمد، بنامل ان شاء الله لاعيبه النادي الاهلي في تركيزها الكبير ورغبتها المستمره ان شاء الله ننتصر الفتره اللي جايه ويكون كلها انتصارات لفريق النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش بالاهلي. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده واستعداداته بقى لانطلاقه الموسم الجديد بمباراه مهمه جدا طبعا نبدا بيها مشوارنا في افريقيا. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان فيما يتعلق بملف الاصابات، يمكن مستر موسيماني اول ما رجع كان طالب تقرير، ومفترض ان التقرير ده يعني يستلمه النهارده من دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بفريق النادي الاهلي عن حاله المصابين
اللي يمكن اهمهم او ابرزهم طبعا واللي لسه ما ظهرش مع النادي الاهلي بيرسي تاو، واللي يمكن شفناه طبعا من لحظات بسيطه جدا بيجري وبيتمرن مع الفرقه النهارده، اللي كان عنده يمكن اصيب بتمزق في العضله الضامه اثناء مشاركته مع منتخب جنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم. كمان محمود متولي اللي عنده التهاب في اوتار الركبه، الشحات اللي كان بيعاني من شد في الضامه، وعمار طبعا اللي يمكن في الفتره الاخيره كان بيشتكي من بعض الاجهاد العضلي. لكن طبعا زي ما كريم قال لنا عمار قدم تمرينه جامده جدا النهارده، ويمكن في التمرينه احرز 3 اهداف، وده ان دل على شيء فيدل على جاهزيته. عموما اعتقد ان سكواد الاهلي السنه دي مطمئنه ومريحه الى حد كبير، والاوراق الرابحه او الاوراق اللي ممكن تقدم لك حلول وما تخليكش تبقى قلقان شويه من ناحيه لا قدر الله في حاله وجود اصابات او انه لعيبه تلعب في اماكن غير مراكزها اللي متعوده عليها نتيجه الاجهاد او نتيجه الغياب لاي سبب من الاسباب، ما اعتقدش انها مشكله كبيره عانينا منها الموسمين اللي فاتوا. لكن السنه دي اعتقد مستر موسيماني هيحس الى حد كبير باريحيه في الجزئيه دي. يبقى ان انا اقول لحضراتكم انه معظم طبعا الدوليين سواء اللي بيشاركوا مع منتخب مصر، لعيبه الاهلي اللي موجودين في قائمه منتخب مصر، او المحترفين الاجانب اللي لعبوا مع منتخبات بلادهم، ديانج في مالي، بيرسي تاو ميكسوني في موزمبيق، علي معلول مع تونس، هيبقوا بيلعبوا المواجهتين زي ما ماتشات منتخب مصر بالظبط. تفوت تلعب مع ليبيا 8 و11 او 9 و12 يعني في الحدود دي، وبالتالي لعيبه الاهلي اللي بيلعبوا مع منتخباتهم بره هيبقى عندهم حته الوقت دي شويه، عامل الوقت ضيق لانه الفارق بين اخر ماتشات المرحله دي الدوليه في تصفيات كاس العالم وبين اول مواجهه للنادي الاهلي اللي هيسافر بره ملعبه يروح النيجر تقريبا بتتكلم في 72 ساعه. وبالتاكيد اكيد طبعا الجهاز الفني بيرتب معاهم زي ما كريم اشار من شويه ازاي هتكون تحركاتهم او تنقلاتهم عشان يشاركوا مع النادي الاهلي، لان كلهم اساسيين ولهم بالتاكيد دور اساسي، سواء ميكسوني او ديانج او علي معلول، وبالتاكيد طبعا لاعبي منتخب مصر اللي هيرجعوا من ليبيا 72 ساعه قبل مواجهه الاهلي مع الحرس الوطني. طيب من التمرين اروح مع حضراتكم لقصه كاس العالم للانديه. حضراتكم عارفين طبعا احنا يمكن كنا بنتكلم لما تابعنا البطوله بتاعه كاس العالم للانديه، واحنا بالتاكيد منتظرينها من دلوقتي، يعني واحده من اهم البطولات الموسم اللي جاي، واللي نتمنى انه الاهلي ان شاء الله يعني يحقق فيها انجاز احسن من اللي حققه قبل كده، وخصوصا انه الجيل ده بقى عنده الخبره، يعني جرب انه يشارك وجرب انه يلعب امام ابطال قارات، بل مش بس كده ده كمان تغلب على بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل. فسقف الطموحات والاحلام ليه لا، ما يروحش الابعد من ان احنا نحقق برونزيه ونتمناها كده يعني. والله انا شايف كمان انه حتى في وجود تشيلسي من حقنا كمان نحلم بانه وليه لا، مش بطوله كاس العالم للانديه. لكن في جميع الاحوال البطوله كان مقرر ليها، خليني اقول لكم ان كان مقرر ليها انها تقام في اليابان تحديدا في شهر 12 اللي جاي، ونظرا لانه لسببين: اولا ازدحام الاجنده الدوليه، ثانيا انتشار فيروس كورونا بشكل عنيف جدا في اليابان، تقرر انه الغاء استضافه اليابان للبطوله. كان في بعض الكلام اللي اتقال في الفتره الاخيره انه البطوله دي احتمال تتلعب في جنوب افريقيا، لكن بشكل رسمي وبشكل نهائي اتحاد جنوب افريقيا حسم موقفه من استضافه بطوله كاس العالم للانديه بعد ما اتسحبت من الاتحاد الياباني. وزي ما قلت لحضراتكم يمكن في الساعات الاخيره وصلت لنا معلومه انه جنوب افريقيا لم تتقدم حتى اللحظه بطلب رسمي لاستضافه كاس العالم للانديه، وما زال مصير البطوله من حيث الاستضافه معلق. لكن هو بشكل اساسي وواضح البطوله مش هتتلعب في 2021، وفي اغلب الظن احتمال كبير الاكبر يعني انها تتلعب في 2022. نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر الحقيقه طبعا النهارده بيواصل استعداداته للقاء ليبيا، المباراه او المعسكر من اول ما بدا يوم 28 مرورا بالمباراه الوديه اللي لعبناها مع ليبيريا كان بيشارك فيها اللاعبين المحليين. منتظر ان شاء الله باذن الله ابتداء من النهارده مفترض يوصل احمد حجازي مدافع اتحاد جده وعمر مرموش مهاجم شتوتجرت الالماني عشان ينضموا لمعسكر الفريق. بكره على طول يوصل محترفينا في تركيا مصطفى محمد وكوكا يوصلوا بكره ان شاء الله، والثلاث ينضم ليهم بقى باقي المحترفين المتبقيين اللي هم صلاح والنني، وبكده تكون اكتملت صفوف المنتخب الوطني عشان يستعد بقى بشكل كامل اول مره مكتملا قبل ما
يلعب المباراه الاولى ان شاء الله مع ليبيا. كل التوفيق لمنتخب مصر، وكلام كتير النهارده هنقوله طبعا على منتخب مصر مع كابتن احمد بلال. وبالمناسبه سواء ليكم اسئله مرتبطه بالنادي الاهلي، سكواد الاهلي، مسابقات اللي هنبتديها ان شاء الله ببطوله دوري ابطال افريقيا، اي اسئله متعلقه بالاهلي او حتى بمنتخب مصر، منتظرين اسئلتكم اللي هتوجهوها لكابتن احمد بلال ضيفنا في السادسه النهارده على صفحاتنا على السوشيال ميديا. الدوري المصري خلاص قلنا انه خلاص، يعني كل المحاولات اليائسه اللي كانت يعني بنحاول من خلالها ان احنا نضغط الموسم اللي جاي الطويل جدا بقت بالفشل، فبالتالي عندنا موسم ممتد وهيتلعب فيه الدوري بنظامه التقليدي، دوري من دورين، كل فرقه هتلعب بعض دور اول ودور ثاني، وبنتكلم على تقريبا 34 اسبوع. دي كانت رغبه الاغلبيه من الانديه المشاركه في الدوري. وبالمناسبه يمكن اتحاد الكره قال انه يوم 12 هيتم اجراء القرعه الخاصه بمسابقه الدوري العام في نسختها الجديده خارج مقر اتحاد الكره، غالبا يعني هيعملوها في واحد من الفنادق اللي هتستضيف يعني المراسم بتاعه القرعه. وفي اتجاه داخل المسؤولين في الرابطه ان هم يعني يبعدوا كده او ينفصلوا بمسابقتهم عن اتحاد الكره عشان ما يبقاش في نوع من انواع التداخل او نوع من انواع الربط بين القرارات اللي بتاخدها رابطه الانديه وبين اتحاد الكره، وبالتالي مفترض ان هيكون ليها مقر مستقل طبعا للرابطه، هيكون مكانه خارج او بعيد تماما عن اتحاد الكره عشان يبقى في اريحيه في مسؤوليه الاشراف واداره مسابقه الدوري الممتاز. ناخد حضراتكم بقى للدوري الالماني تحديدا، معانا مواجهتين محضرينهم لحضراتكم النهارده في السادسه. المواجهه الاولى كانت بين بروسيا مونشنجلادباخ اللي تغلب على مضايفه فولفسبورغ بنتيجه 3-1. تعالوا نشوف ونتابع مع بعض اهداف المباراه. الدوري الالماني الحقيقه واحد من اقوى الدوريات اللي موجوده، طبعا يعتبر من الدوريات الخمسه الكبيره. دبل كيك ولا اروع الحقيقه، فينش رائع الحقيقه احرز بيه مونشنجلادباخ هدفه الاول. كره صعبه جدا، دايما الدبل كيك دي بتبقى لما بتبقى من نتيجه يعني كرات عرضيه بتبقى الى حد ما سهله، لكن لما تيجي من نص الملعب خطا فادح طبعا لحارس مرمى فولفسبورغ خلى مونشنجلادباخ يتغلب على او يعني يحط الهدف الثاني ويقدر او يقرب من حسم نتيجه المباراه. لكن فولفسبورغ الحقيقه نجح في انه يقرب شويه، وكره اكثر من رائعه فولو جوه منطقه الجزاء قدر يرجع بيه للمباراه عشان تكون النتيجه 2-1. لكن في النهايه مونشنجلادباخ حسم المواجهه بعد احرازه الهدف الثالث طبعا، واللي كانت طبعا نتيجه اعاقه داخل منطقه الجزاء زي ما حضراتكم شايفين كده، اتحسبت ضربه جزاء وانتهت المباراه بفوز بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجه 3-1. دي ضربه الجزاء اللي تم تنفيذها واتصدت، دي اتصدت. طيب خلينا نروح للقطه الاخيره بقى، دي كارثه دفاعيه طبعا، يعني غالبا الخط كله اعتمد على بعضه، لكن مهاجم او جناح بروسيا مونشنجلادباخ استغل حاله الثبات واحرز الهدف الثالث. نروح لبروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند على ملعبه في مواجهه اوكسبورغ، مباراه انتهت لصالح بروسيا دورتموند، وهنتابع مع حضراتكم طبعا. هي الكره دي يعني في ظني هو لبسه ضربه الجزاء الحقيقه، يعني في بعض اللقطات كده المدافعين بيعملوا اخطاء ساذجه جدا ملهاش لازمه، خصوصا ان الكره دي كانت بعيده كل البعد عن انها تكون مصدر خطوره على مرمى اوكسبورغ. لكن الحقيقه في النهايه مهاجم دورتموند استغل خطا المدافع وخد ضربه جزاء، تصويبه اكتر من روعه الحقيقه من بره منطقه الجزاء، كانت لو دخلت هدف كان هيبقى هدف في منتهى الجمال، لكن في النهايه استغلته يعني فرقه اوكسبورغ واحرزت هدف التعادل مع بروسيا دورتموند. طبعا احنا بنتكلم على تشكيله دورتموند، تشكيله دايما لابد انك انت تحترمها مهما كان حجم النجوم اللي بيغادروا التشكيله، قادرين دايما ليهم شخصيه الحقيقه، فرقه دايما عندها الشخصيه بتاعتها اللي بتقدر دايما مهما اختلفت الاسماء فريق محافظ على هويته او شخصيته، قدر ان هو يفوز بالمباراة نتيجة 2-1. فرصة لرايس أعتقد، للأسف
في العارضه وبتنتهي المباراه بفوز بروسيا دورتموند. طيب من المانيا بقى ناخدكم روح لايطاليا، قصص كتيره جدا، قصص كتيره جدا على الانتقالات والتعاقدات، قصص كتيره جدا على زلاتان ابراهيموفيتش، قصص على أليكسيس سانشيز، قصص على المديرين الفنيين الايطاليين الحقيقه اللي مرشحين النهارده وداخلين في الصوره في عدد كبير جدا من اكبر انديه اوروبا زي كونتي المرتبط اسمه بالبارسا او بمانشستر يونايتد، رانييري الاحتمال كبير جدا يتولى مسؤوليه واتفورد. خلينا نعرف اكتر من خلال لقائنا بساندرو بوكيو الصحفي بجريده توتو سبورت في السادسه بس بعد الفاصل. طيب عن الكالتشيو الايطالي وعن لقاء الماتادور الاسباني مع منتخب ايطاليا بكره الحقيقه هيكون كلامنا في الفيديو كونفرنس اللي هيجمعنا بساندرو بوكيو الصحفي بجريده توتو سبورت الايطاليه. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معنا. مساء الخير على الجميع ومساء الخير لجماهير النادي الاهلي التي يعودون بالملايين في كل العالم. لقاء سائري منتظر هيجمع بين منتخب اسبانيا ومنتخب ايطاليا في دوري الامم الاوروبيه بكره، ازاي بتشوف اللقاء وازاي بتشوف فرص ايطاليا في مواجهه الماتادور الاسباني؟ مباراة ستكون صعبة جدا، تستطيع أن تكون مباراة سارية بعد سيمي فاينال الأمم الأوروبية الأخير وبعد فوز إيطاليا أمام إسبانيا. المنتخب الإسباني منتخب قوي جدا وينتظر هذه المباراة منذ خروجه أمام إيطاليا بالبطولة المادية، والمباراة ستكون صعبة جدا من الجانب التكتيكي لأن منتخب إسبانيا يملك العديد من الأسماء الكبيرة حتى وإن كان الدوري الإسباني ليس قوي كما الأيام الماضية، لكن إذا تحدثت مع الأسبان فإنهم ينتظرون هذه المباراة منذ خروجهم أمام إيطاليا من الأمم الأوروبية. هناك ميزة كبيرة جدا، المباراة ستلعب في الأراضي الإيطالية وستلعب على أرض سان سيرو في ميلانو وهذا ميزة لنا. هل إيطاليا زي ما كان عندها القدرة على تحقيق المفاجأة طبعا في الوقت ده لأنه ما كانش حد منتظر أن إيطاليا يتم تتويجها بيورو 2020، هل شايف أن منتخب إيطاليا عنده القدرة كمان على تحقيق لقب دوري أمم أوروبا؟ نتمنى ذلك، الجميع يتمنى ذلك أن تفوز إيطاليا بهذه البطولة، خاصة وأنها البطولة الأولى من نوعها دوري الأمم الأوروبية للمنتخبات. مانشيني قام بعمل كبير جدا وعظيم للمنتخب الإيطالي، قام بجمع الجواهر الإيطالية من أجل عمل فريق كبير ينافس على البطولات، فاز بالأمم الأوروبية والآن يقاتل على البطولة الأوروبية الجديدة نعتبره أنه قد وصل إلى لم يكن رسميا إلى كأس العالم وتصفيات كأس العالم. مانشيني يقوم بعمل كبير، المباراة صعبة جدا أمام أسبانيا، نتمنى الفوز ولكن سوف يكون هناك سيناريو دراماتيكي نتمنى أن لا يكون ضدنا وأمام جماهيرنا في سان سيرو، لكن إيطاليا إذا وصلت إلى النهائي وعبرت أسبانيا أقول لكم أن إيطاليا ستتوج بهذه البطولة. اتنقل معاك من ملف المنتخب الايطالي لملف الكالتشو، والكالتشو يظل واحد من اهم الدوريات على مستوى العالم، لكن كتير توقعوا انه يفقد جزء كبير من بريقه بعد رحيل ابرز النجوم عنه، رحيل نجوم زي كريستيانو رونالدو، زي روميلو لوكاكو، زي اشرف حكيمي، ازاي شايف النسخه الجديده من الدوري الايطالي بعد عده اسابيع من انطلاقه؟ الكالتشيو الإيطالي يبقى أقوى الدوريات في العالم مع احترامنا لجميع الدوريات، يذهب من يذهب ويأتي من يأتي، الدوري الإيطالي كان وما زال مدرسة للعديد من اللاعبين. الآن لدينا بعض الجواهر، الميلان لديه إبراهيم دياز، اليوفي قام بقلب كيان ولوكاتيلي، والدوري الإيطالي الآن لديه العديد من المواهب التي قد يصنعون الفرق. يجب أن تتحدث أيضا عن سامبيدوريا، إبراهيموفيتش في الميلان، جيرو الذي أيضا هناك في الميلان، هناك العديد من النجوم رغم رحيل حكيمي ورغم رحيل لوكاكو ورغم رحيل كريستيانو رونالدو، لوكاكو الذي غادر أيضا إلى تشيلسي، لكن الدوري الإيطالي ما زال يبحث عن عودته إلى الواجهة، وأعتقد بعد فوز المنتخب الإيطالي الدوري الإيطالي
الايطالي عاد الى الواجهه مره اخرى. وانت اريد ان اقول لك شيئا هاما جدا، ان المعدل التهديفي في الدوري الايطالي اقوى من اي دوري في العالم. الدوري الايطالي الان معدل التهديفي كل مباراه اكثر من 3 اهداف. هناك العديد من الدربيات القويه، هناك العديد من الكلاسيكيات، لكن اتمنى ان تعود الجماهير 100%، وقد سمعنا ذلك، والدوري الايطالي يعد الاقوى الان. انا طبعا متفاهم حماسك جدا ودفاعك الواضح عن الدوري الايطالي، لكن خليني طب اسالك بشكل تاني، هل شايف انه الفرق الايطاليه اللي بتشارك في دوري الابطال عندها القدره على المنافسه على تحقيق اللقب؟ فريق زي الانتر، زي اليوفي، زي اي سي ميلان، هل شايف ان الفرق دي اصبحت جاهزه، وخصوصا بعد تتويج منتخب ايطاليا بطوله يورو 2020؟ هل الانديه الايطاليه على نفس القدرة وعلى نفس المستوى من القدرة على حسم لقب زي بطولة شامبيونز ليج؟ يجب أن أكون صريحا معك، الفوز بدوري أبطال أوروبا له معاني خاصة وله تحضيرات خاصة وله لعيبة لديها قدرة كبيرة. هؤلاء اللاعبين ستجدهم في البايرن ميونخ، تجدهم في باريس سان جيرمان، تجدهم في مانشستر سيتي، لكن أنت ذهبت ورأيت المفاجأة اليوم. استاد رينا فاز أمام بي اس جي بجميع نجومه، بميسي ونيمار ومبابي، بهدفين مقابل لا شيء. لكن دوري أبطال أوروبا يريد لاعبين من كواليتي عالي للاعبين، ويجب ان نكون ايضا منصفين ان باريس سان جيرمان الان هو المفضل، وهو قد يفوز بدوري ابطال اوروبا ان كان هو او مانشستر سيتي. انا اتمنى ان تصل بعض الفرق الايطاليه للنهائي، لكن احنا راينا كلنا ماذا حدث في مباراه الميلان واتلتيكو مدريد، لكن الحكم التركي الذي افسد المباراه كان الميلان قريبا جدا من الفوز. هناك عوامل اخرى تتدخل في دوري ابطال اوروبا والفوز بدوري ابطال اوروبا، انت تعلم الاجنده. ايضا ريال مدريد خسر وكسب. يعني اسمين من ابرز النجوم اللي موجودين حاليا في الدوري الايطالي، والاثنين بيلعبوا في ميلانو، تحديدا النجم التشيلي أليكسيس سانشيز اللي بيلعب طبعا مع انترناسيونالي، والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش اللي بيلعب مع الميلان. البدايه الحقيقه مع سانشيز، اللي يمكن الفتره الاخيره بعد التقارير نقلت بعض التصريحات اللي بيعلن فيها عن غضبه او عدم رضاه على فكره جلوسه على دكه البدلاء لفتره طويله. هل أليكسيس سانشيز وعلاقته بالانتر دخلت في مرحله توتر، وهل تتوقع ان دي ممكن تكون بدايات انفصال، بمعنى ان احنا ممكن نشوف أليكسيس سانشيز خارج صفوف النيراتسوري؟ ما guarda secondo me i giocatori devono comunque capire che devono mettersi al servizio della squadra. يجب على اللاعبين ان يعلموا أن يستمعوا دائما إلى نصائح المدير الفني، وأن المدير الفني من يتحكم في الملعب وعلى دقة الاحتياطي. أليكسيس سانشيز لا يحترم سيموني إنزاجي ويتعامل معه بطريقة سيئة، تعامل معه في آخر تمرين في الميلانيلو بالإنتر بطريقة سيئة، ولكن سيموني إنزاجي قام باستدعائه خلال البدلاء المباراة الأخيرة أمام ساسولو. لكن لقد رأيت ماذا فعل ماسيميليانو أليجري مع يوفنتوس، ماذا فعل في التمرين وهذا الفراق. لكن أليكسيس سانشيز لم يكن الجوهرة سمينة لكي يفعل هذا ويفعل ذاك، هذا غير مرحب به في الانتر وقد يغادر. إبرا كمان أو تجديد التعاقد لإبراهيموفيتش في ظل إصابته وعدم مشاركته مع ميلان أو إي سي ميلان، وفي ظل كمان بلوغ سن الأربعين، كان علامات استفهام كبيرة جدا داخل ميلانو. في رأيك يعني إزاي بتشوف أو إيه هي وجهة نظرك في فكرة التجديد لزلاتان إبراهيموفيتش، وخصوصا أنه في بعض اللاعبين الجماهير حتى كانت بتطالب بالتجديد ليهم أو تجديد التعاقد معاهم، ولم تقم الإدارة بتجديد التعاقد؟ ما guarda al Milan la situazione è quella più calda come ben sapete. الأمور في الميلان ساخنة وساخنة جدا. باولو مالديني يمسك زمام الأمور ولديها الضوء الأخضر من أجل التحرك في الصفقات ويدير الأمور منذ الميركاتو، لكن هناك جهة المعارضة وجبهة المعارضة التي تراها في جميع الأندية.
لكن انت تسالني عن رايي وانا اقول لك رايي بكل صراحه. ابراهيموفيتش الان 40 عام، يريد التجديد لابراهيموفيتش ولديه 40 عام. الأسوأ من ذلك ان ابراهيموفيتش لم يلعب ولا ثانيه في الدوري الايطالي، يتحدث دائما ولديه العديد من التصريحات ووجوده هام بالفريق ان لم يجد ابراهيموفيتش في الملعب على دقه الاحتياط. لكن باولو مالديني تحدث ان ليس لديه اموال ولا يريد التجديد لفرانك كيسيه. لكن لماذا الابقاء على ابره في هذا السن، ولماذا الابقاء عليه وهو قد لا يخدم الميلان في الملعب؟ من وجهه نظري الاموال التي قد تدفع في ابراهيموفيتش، طيب عشان من الافضل ان يقوم بشراء لاعب اخر. عشان دي الوقت يسمح لي اسالك سؤال الاخير على واحد يمكن او اسم من اهم الاسماء في عالم التدريب في السنوات الاخيره بحكم أكثر من تجربة ناجحة، وهو طبعا مدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، اللي بعض التقارير ربطت اسمه بأنه هو المدرب القادم لبرشلونة خلفا لرولاند كومان، وبعض التقارير أيضا ربطت اسمه بالتواجد في مانشستر وتحديدا خلافة سولشاير في مانشستر يونايتد. أنطونيو كونتي صديق عزيز وأنا قريب منه وأتحدث معه دائما. أنطونيو كونتي لن ينتقل إلى أي فريق في هذه الأيام حتى في ميركاتو الشتاء، تحدثت معه. أنطونيو كونتي ينتظر إلى الصيف القادم من أجل تحديد وجهته القادمة ويريد التعاقد مع فريق كبير. لكن إذا تحدثت عن إمكانية ذهاب أنطونيو كونتي إلى برشلونة أو مانشستر سيتي، أقول لك أن أنطونيو كونتي قريب جدا من مانشستر يونايتد، ولكن ليست هذه الأيام. لكن برشلونة، أنا حزين على مستوى برشلونة الذي وصل له المسؤول عنه كومان الأول والأخير. ساندرو بوكيو الصحفي بجريدة توتو سبورت الإيطالية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دي كانت أخبار أو تغطية لأخبار الكالتشيو. نرجع بقى ونتكلم على مشوار النادي الاهلي، طبعا اللي هينطلق كمان يمكن اسبوعين تقريبا في مشوار جديد وبحث عن نجمه جديده ان شاء الله تكون ال11 في تاريخ النادي الاهلي، ونتكلم كمان على مواجهتين هيجمعوا منتخب مصر مع ليبيا في تصفيات كاس العالم. واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد بلال ضيفنا في السادسه بعد الفاصل. يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا كلامنا، انا قلت لحضراتكم النهارده الانطلاقه الفعليه للاستعداد للموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. الاهلي يبدا مشواره مع بطل النيجر، وان شاء الله البدايه تكون وشها حلو علينا زي ما سوني ديب كان وشه حلو علينا السنه اللي فاتت، يبقى الحرس الوطني وشه حلو علينا برضو السنه دي، والاهلي في طريقه لتحقيق النجم ال11 باذن الله. واللقب الحقيقه الاهم والاغلى الموسم ده، ما يمنعش انه موسم طويل. الاهلي اعتقد انه من ناحيه السكواد ومن ناحيه الاسماء استعد للموسم ده بشكل جيد لاول مره من فتره، مش يعني فتره طويله، تعتبر نسبيا طويله. الاهلي بقى عنده الجاب اللي يقدر من خلالها يحضر او يستعد الموسم. هنتكلم اكتر على انطلاقه الموسم، وهنتكلم كمان على منتخب مصر اللي عنده ماتشين في منتهى الاهميه الحقيقه في مواجهه ليبيا ذهابا وايابا. بفكر حضراتكم على صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام، اسال احمد بلال، وهنعرض طبعا او هنخصص جزء من لقائنا مع كابتن احمد اللي مشرفنا في الاستوديو النهارده عشان نستعرض اسئلتكم مع كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير، ازيك؟ نور الدنيا. الحمد لله كله زي الفل. إيه؟ الحمد لله كله. قبل بس ما ادخل في المواضيع الكتيره دي، انت اتدربت مع لعبت مع كابتن شوقي غريب صح؟ اه طبعا. اه يعني البدايات كانت مع كابتن شوقي. اه لعبت مع كابتن شوقي غريب، لعبت معاه منتخب شباب ناشئين، اسف، ناشئين كاس عالم. ولعبت معاه منتخب اولمبي. ولعبت معاه منتخب اول، يعني كان الشباب كان هو رقم اثنين والاولمبي كان هو رقم واحد. ايوه. لما كان حاصل على بطوله، اخذ مركز ثالث في كاس العالم شباب. ومع كابتن حسن شحاته كان هو برضو كان رقم اثنين. يعني رأيك في قرار اختياره كمدير فني لمنتخب الأولمبي؟ ناس كتير جدا اعترضت، ناس كتير جدا شافت انه الراجل في المرحلة دي صاحب بصمة، وبالتالي هو الأقدر أو الأخضر على انه يتولى المسؤولية، مع ولا ضد؟ بص هقول لك على حاجة، كابتن شوقي غريب يعني أخذ بطولة أفريقيا مع المنتخب الأولمبي، وده يعني يعتبر برضو إنجاز جيد، وصل دور الثمانية في الأولمبياد. لكن الفكرة كلها في توقيت الاختيار، بس التوقيت القرار نفسه، توقيت القرار نفسه يعني مش طبيعي الحقيقه. يعني
انا بحب كبتاوي وراجل محترم جدا وراجل من الناس الكويسه وانا ما عنديش اعتراضات فنيه كتير عليه يعني. بس منين انت اقلت شوقي غريب من شهرين ومنين النهارده بتعيد تعيينه مره تانية يعني؟ الموضوع يعني هي دي التساؤلات الحقيقه اللي بتخلي فيه استثاره عند الناس في الشارع. يعني انا النهارده طب انت اقلته ليه؟ كنت خلاص الجهاز مكمل يا جماعه معانا لا الا ما شاء الله تمام. أيوه. 30 20 30 20 50 الا ما شاء الله ما فيش اي مشاكل يعني. أيوه. لكن طالما اقلت المدير الفني وطالما عندك وقت يسمح بان انت يعني يبقى عندك حريه انك تختار مدير فني جديد يبقى خلاص. يبقى لم قبل المعسكر مثلا او قبل البطوله بسنه، مش هنقول مثلا بخمسين سنه لا بسنه، خلاص ابتدي عين مدير فني جديد، ابتدي كمان حتى ممكن تعين شوقي غريب مره تانية وجهازه الفني. لكن اللي بيحصل في من اتحاد الكره المصري ده عليه علامات استفهام كتيره جدا جدا جدا. احنا برضو مش بنتكلم على شوقي كشوقي، هنتكلم على انا كنت لسه هقول لك توقيت الاختيار، مش بس التوقيت، في اوقات كتير جدا ومراحل كتيره جدا يعني. من واحد من ساعه ما فتح عينيه مثلا تحس دايما انه في اسطمبه كده ما بنحاولش ان احنا نطلع براها. الناس دايما بتبقى ايه يعني مرتاحه للقرار. او بص يا ابو حميد، مدربين عارف انت مالي قيصر لقيصر ومالي ما اعرفش مين للحكومه. مدربين بالمنتخب هم في المنتخب على طول. أيوة. مدربين الانديه هات الجوهري بيلفوا على بيلفوا على الانديه على طول. انت هنا في مصر المنظومه بتاعتك مش طبيعيه الحقيقه بجد يعني. يعني انت النهارده يعني ما بتعرفش تخرج من الدايره دي ان للاسف عشان حاجه مهمه جدا. ليه؟ هقول لك ليه. ما انا بقول لك عشان حاجه مهمه جدا. اللي بيديروا الاتحادات في مصر ومعظم الانديه كمان مش اوير بكره القدم يعني. مع احترامنا الكامل لكل الناس طبعا مش يعني مش على درايه بكره القدم. يعني النهارده ايه اللي منجح منظومه النادي الاهلي واللي مخليها متماسكه كل ده؟ انت بتتكلم كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن عبد صالح الوحش، كابتن محمود الخطيب، وما الى ذلك ممكن يبقى فتره من الفترات حد بيجي زي المهندس محمود طاهر. ولكن النادي الناس اللي ادارت النادي بشكل كبير ونجحت نجاحات كبيره جدا هي الناس اللي بتفهم في الرياضه بشكل عام يعني. خد بالك لما تيجي انت النهارده تشوف الاتحادات وبقيه الانديه وتقول التخبط بيجي منين، ما هو من الحته دي. ممكن يا سيدي تبقى انت مش رياضي او مالكش في الكوره بمعنى صح، او مالكش في الرياضه بشكل عام، يبقى تختار شخصيه قياديه، يبقى ده المدير الرياضي بالنسبه لك اللي يمسك لك المنظومه دي، وحد يكون على علم وعلى درايه وعلى خبره وعنده كفاءه وعنده بشكل استشاري تجربه يعني. تجربه لا مش بشكل استشاري كمدير يعني، مش هقول لك يعني السبورتس دايركتور يعني تمام. أيوه. يبقى ده اللي بيدير النادي بمعنى صح لو انت النهارده مالكش علاقه بالرياضه او بكره القدم. عشان كده بقول لك المنظومه مختلفه شويه يعني. تلاقي الاهلي في نجاحات مستمره والناس بتسال هو الاهلي ليه يا جماعه ما بيقعش تمام، هو الاهلي ليه ما بيحصلش فيه تخبط بيستمر لفترات طويله. هو الاهلي ليه دايما الـ 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 العرقله بتاعته بتبقى مثلا احلال وتجديد في الفرقه. أيوه. بعض التغييرات البسيطه اللي ممكن انت بتصنع بتحاول تعمل تكوين فرقه بعدها وبتستمر بعد كده 6 7 8 9 سنين يعني. أيوه. فاهم قصدي؟ عشان كده عشان الحته دي الناس اللي بيديروا الرياضه في اللي بيديروا الكوره او الرياضه بشكل عام في النادي الاهلي ناس بتفهم في الرياضه بتفهم كرة. قياسا على ده توقعك ايه لمهمه رابطه الانديه في اول مواسمها؟ بمعنى بص عارف لما بتيجي تتكلم الناس بتزعل مننا، لكن يا جماعه اصل دي كوره اسم ده يعني، خد بالك اسمه اتحاد كره القدم. ينفع يبقى واحد بتاع باسكت بيديره؟ انا اسف يعني ينفع مهندس؟ ينفع انا النهارده اشتغل مهندس؟ ما ينفعش والله العظيم ما ينفع يعني بجد ما ينفعش. بس ممكن حد يقول لك لا الاداره دي علم وليها اصول بصرف النظر عنك بتدير مستشفى او بتدير اتحاد كوره او بتدير شركه انشاءات، هي علم الاداره هو علم الاداره، واللي يدير ده يقدر يدير. طب مش بالضروره اللي بيدير مستشفى أنا بس يكون دكتور شاطر. هقول لك بس هقول لك بس حاجه بس لازم يكون دكتور، ما ينفعش ما يكونش دكتور اللي بيدير المستشفى. ما ينفعش يكون ينفع يكون مش دكتور، ينفع يكون يبقى مهندس؟ عمرك شفت في الدنيا يعني؟ هي بس الكره الوحيده الحاجه الوحيده اللي اداراتها بتبقى مختلفه شويه عن عن النهج بتاعها او عن نمطها الطبيعي يعني. لكن ما ينفعش انت النهارده كراجل بتشتغل يعني، النهارده رابطه الانديه محترمه لكل الناس محترمين وكل الناس جمال على فكره، ما عنديش اي حاجه شخصيه مع اي حد على الاطلاق وبالتوفيق لهم جدا جدا جدا. لكن هديك جزئيتين، الجزئيه الاولى رئيس رابطه الانديه احمد دياب راجل محترم جدا وانا اعرفه معرفه جيده يعني. بس هل احمد دياب يعني اشتغل في كره القدم قبل كده؟ يقدر يدير منظومه؟ احنا خد بالك انت بتتكلم على منظومه فنيه بنسبه 80% منظومه فنيه
فاهم قصدي؟ ماتشات هتتلعب امتى؟ للمنتهى رابطه الانديه يبقى دورها ايه؟ التقييم بتاع الانديه، الفلوس اللي رايحه، اللوائح اللي اللوائح اللي بتحطها، انت مش عندك لوائح؟ طب ايه اللي مستنيه؟ خليني اقول ايه اللي مستنيه منها عشان تقول عليها موسم اول ناجح؟ مستني اشوف دوري منظم، دوري محترفين، تمام؟ مستني اشوف ما فيش توقفات كتيره جدا بتحصل، مستني اشوف انكم داخل للانديه بشكل 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 جيد يقدر يساعد الانديه انها تكمل، مستني اشوف الدوري قوي جدا، الملاعب جيده، الفار كويس، الاضاءات محترمه، الاستادات حاجه تشرف، التصوير حاجه محترمه جدا، ما كل ده مش موجود في الوقت الحالي. بس حضرتك انت كده بتطلب المستحيل. طب هم جايين ليه؟ طب تقول طب تروح تتفرج على الدوري الانجليزي اسهل. طب هم جايين ليه؟ لا يعني سنه اولى، دي مهمه ربطه الانديه. معاك دي مهمه ربطه الانديه، بس في حاجه برضو بتقول اذا امرت ان تطاع. خد بالك اذا امرت ان تطاع. طب بص يا ابو حميد، دي سنه اولى ربطه انديه. تمام، انا متفق معاك جدا. مش سنه اولى دوري مصر. مظبوط صح. سنه اولى يعني انت، طب انت جايب الرابطه ليه؟ مش عشان تعمل كل ده؟ عشان تعمل تنظيم ولائحه ومسابقه جيده. هو اول حاجه يعني ما قدروش ينجحوا فيها، مش عايز اقول فشلوا فيها، مش عايز اقول كلمه لفظ فشل، هم ما نجحوش في ده، لكن كان في رغبه. انت عارف ان الموسم الجاي صعب جدا، حتى قصه انك انت تعمل دوري في نسخه استثنائيه، دورين، دور واحد وبعد كده تصفيات او مجموعتين، ما نجحتش، والانديه فرضت ارادتها على انها تلعب الدوري بشكله التقليدي على دورين. هاخد رايك في دي واشوف تاثيرها ايه على الانديه وعلى المنتخبات، بس بعد اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في سادسه. الكل بيسال طبعا هنعمل ايه في الموسم الجاي، ويمكن بعد يعني قرار استبعاد سيناريو انك انت تلعب دوري مضغوط او دوري استثنائي عشان تقلل الجاب اللي مش عارفين نعوضها، وخصوصا مع التزامات المنتخب الوطني والتزامات الانديه في الموسم اللي جاي وهي كتيره جدا، محدش عارف الموسم الجاي شكله هيكون عامل ازاي. ده كان سؤالي الكابتن احمد بلال اللي مره ثانيه برحب بيه في السادسه. ده كان سؤالي كابتن احمد قبل الفاصل، متوقع شكل الموسم الجاي ازاي، وايه المشاكل اللي هتنتج عن كثره المسابقات من ناحيه، وفكره انك انت تلعب دوري بشكله التقليدي من دورين. بس خد بالك في حاجه ثالثه اضيفت للحاجات الكتير قوي اللي موجوده السنه اللي جايه ان شاء الله. كسر رابطه الانديه، وده المسمى يعني الجديد بخلاف طبعا كاس مصر. يعني أيوة. عندنا كاس مصر. يعني بص معايا، عد معايا الموسم اللي جاي ده ان شاء الله المسابقات هتبقى عامله ازاي. اولا عندك بطوله الكاس العرب اللي هي قبل بطوله افريقيا شهر 12، وبعد كده بطوله افريقيا بتكلم على مستوى المنتخبات. منتخبات. وبعد كده عندك كاس عالم هيبقى ان شاء الله لو ربنا كرمك تلعب كاس عالم السنه اللي جايه. تمام. فده معناه ايه؟ ان انت من بدايه الدوري العام المصري لشهر للسنه اللي بعد الجايه فعليا مش هتريح خالص، لان انت كاس عالم وهتكمل بقى دوري عام وما الى ذلك. تمام. دي ارتباطات، وطبعا انت داخل بقى في التصفيات افريقيا او كاس العالم. واحنا هنلغي الموسم غريب بتاع كاس العالم ده. يعني ما فيش معاش غالبا، مش يعني مش هيبقى عندك وقت هتستعد لكاس العالم ولا ما هو خد بالك، ما هو ده ماشي على كل بلاد الدنيا، مش انت لوحدك بس كل بلاد الدنيا ابتدت النهارده مسابقاتها المحليه. صحيح، مظبوط. انت لغايه النهارده ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط، انت رافع ايدك. دي رقم واحد. رقم اثنين عندك الانديه بقى، بطوله الدوري عام. انا بديك البطولات اللي فيها ماتشات كتير، مش سوبر مصر بقى وسوبر افريقي وسوبر محلي لا، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر، كاس الرابطه، بطوله افريقيا. تمام. وممكن تدخل لك لو الاهلي ربنا كرم ان شاء الله في بطوله افريقيا ممكن يبقى عندك كاس عالم للانديه. وانت عندك كاس عالم للانديه اوريدي، هتلعب عندك اوريدي. تمام. وهيبقى عندك واحد تاني كاس عالم للانديه، اثنين كاس عالم للانديه. فانت مفيش وقت لاي حاجه. فموسم هيبقى موسم صعب جدا 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 على كل على اللعيبه وعلى الانديه وعلى المنتخب. موسم صعب مرهق بشكل غير طبيعي. غير طبيعي. ممكن تستثني منه، مش عايز اقول لك تستثني كاس مصر. طب السؤال اللي هنا بقى، يعني كاس الرابطه ان انت هتعمله ده، هل ممكن يبقى في وقت السنه الجايه انك تعمل حاجه كاس الرابطه وتعمل زي ما قلت كده 13 نادي وتقسمها مجموعتين 6 و6 ومش عارف 6 و7 والاول وناخد احسن الموضوع اعتقد هيبقى صعب جدا جدا جدا. الموسم اللي جاي موسم في منتهى الصعوبه جدا على تنظيميا. خد بالك، يعني انت عايز تنجح، انت داخل في معصره، فاهم قصدي؟ يعني انت هتعصر اللعيبه وتعصر الانديه بشكل كبير جدا عشان تخرج بطوله دوري عام جيده
عشان تخرج بطولة كاس جيدة، عشان تخرج بطولة كاس رابطة جيدة، عشان المنتخب يأدي بشكل جيد، وده في الآخر هينتج عنه إصابات اللعيبة. أيوه. الانفستمنت اللي بتحطها الأندية في اللعيبة ممكن ما تلاقيهاش بعد كده، لأن النهاردة لما يبقى عندي لعيب مصاب لا بعرف أسوقه ولا بعرف أستفيد منه، وأنا كنادي خلاص اللعيب بالنسبة صحيح. يعني النهاردة لما أشتري لعيب ثمنه 30 40 مليون ولا 50 مليون جنيه مثلا يعني، ويبقى اللعيب مكلفني في السنة 60 70 بعقده مثلا يعني، النهاردة لو في لعيب أنت بتديله 6 7 10 مثلا وانت اشتريته ب 30 40 يبقى ده 50 مليون جنيه في سنه، لما يبقى حجم الماتشات دي كلها لما اللعيب يتصاب انت افتقدت لعيب، انت افتقدت 50 مليون جنيه، وده رقم مش قليل بالنسبه لميزانيات الانديه في مصر. رقم صعب. لو عندك 2 3 على هذا الوضع خلاص يبقى انت بتخسر كل حاجه. الاهلي هيعاني من الموضوع طبعًا ده طبعا، اكثر انديه معاناه طبعا. انا عارف طبعا يمكن اكثر الانديه اللي بتلعب ماتشات على مدار الموسم ومشاركه في البطولات، بس اقصد اقول التدعيمات اللي حصلت سواء بعوده معارين او صفقات جديده جت للنادي الاهلي ما تقللش شويه؟ يمكن حسينا بده قوي السنه اللي فاتت يعني، حسينا بده السنه اللي فاتت. ما تعتقدش بالك. بص انت بتجيب وتمشي، انت مش بتجيب وتسيب انت بتجيب وتمشي يعني. انت مثلا النهارده انت تعاقدت مع بيرسي تاو مثلا، وتعاقدت مع ميكسوني، حلو تمام. انت مش من عندك ناصر ماهر، ومش من عندك بواليا، ومش من عندك مروان محسن. ما هو انت برضو انت ما بتتعاقدش بس لان انت برضو محكوم بقايمه. أيوة. ومحكوم كمان مش بارادتك انت بس كنادي اهلي، انت عندك ايرادات مشتركه يعني، اراده اللعيب مع اراده النادي يعني. النادي النهارده عايز اللعيب، واللعيب عايز النادي. النهارده انت مش عايز لعيب مثلا واللعيب ده عنده مشكله او مش عايز يلعب، فانت عندك برضو خلاف ما لازم تحله انت كنادي معاه. فانت النهارده عندك برضو انت بتشتري، بس في نفس الوقت انت برضو بتبيع لعيبه، فهي نفس الموضوع ان انت محكوم بقائمه في الاول وفي الاخر. فانت عندك كم الماتشات الكبيره المتتاليه المتلاحقه سواء منتخبات او نادي، بطوله افريقيا، دوري محلي، كاس رابطه، كل الحاجات دي كلها، كاس عالم لو ربنا وفق مصر ان شاء الله وصعدنا كاس العالم، هيبقى عندك ازمه كبيره جدا في الماتشات، ممكن ما تلاقيش لعيبه. وبعدين انت عندك بيرسي تاو ده يعني لعيب برضو منتخب يعني، مش هيبقى عندك طول الوقت، ما هي مش هيبقى عنده فرصه للريكفري. انت كل اللعيبه المحترفه الاجانب اللي عندك دوليين بيلعبوا، علي معلول، علي معلول نفس علي معلول وديانج وميكسوني، علي ديانج نفس الموضوع، ميكسوني، انت كل اللعيبه اللي موجوده عندك دول لعيبه مش هيبقى في عندهم وقت كمان للراحه، لانهم برضو بيشتغلوا مع المنتخبات بتاعتهم. فالاهلي اكتر الانديه زي ما عانينا السنه اللي فاتت. احنا ايه اللي خلى الاهلي يفقد الدوري السنه اللي فاتت؟ ما كثره المباريات اللي فاتت دي، انت بتلعب كل يومين ماتش، كل يومين ماتش، كل يومين ماتش، كل ماتش، خلاص انت مش قادر، خلاص اللعيبه وصلت لدرجه ان غصب عنه هو مش قادر يكمل، غصب عنه مش قادر يطلع، يبقى يديك فول باور، غصب عنه مش قادر يديك كل الطاقه اللي موجوده عنده، غصب عنه مش قادر يديك كل الفنات اللي موجوده، لانه اوريدي هو بيلعب تحت الاجهاد. امر صعب جدا جدا، بتبقى معرض للاصابه، معرض ان انت ما تاديش بشكل كويس، فرقتك معرضه للخساره، حتى التغييرات نفسها تبقى صعبه عليك يعني. النهارده بيرسي تاو هيلعب مثلا ومكسوني، الماتش اللي بعديه طاهر وحسين الشحات، ما انت عندك كل يبقى كل يومين ماتش يعني، كل 48 ساعه وكل 72 ساعه ماتش، مش هتلحق تاخد نفسك، الامر يبقى صعب جدا بالنسبه لك يعني. ايه اللي ممكن كنت يعني تعذر فيه مستر موسيماني في السنه الاولى من تعاقده، الموسم اللي كمله بعد مستر فايلر والموسم الاخير ده، ومش هتسمح او تتمنى انه ما يحصلش وما يتكررش في الموسم اللي جاي؟ الاول احنا بنثني على مستر موسيماني، لانك انت حصدت بطولات كتيره جدا السنه اللي فاتت مع الراجل، ومش معنى ان انت خسرت دوري وسوبر مصري ده يعني معنى ان احنا هنقتله يعني، تمام؟ او احنا بنحكم عليه بالاعدام. ايوه. بالاعدام لفظا يعني، اقصد يعني. فالنهارده انت بطولتين افريقيا، بطوله دوري عام، ثالث عالم، سوبر افريقي، سوبر مصري، اخذت كل البطولات. بس انت ما كنتش راضي بنسبه كامله عن الاداء الفني. هو ده اللي انا بتكلم فيه، الاداء الفني. الاداء الفني لان الراجل جه على الفرقه ما كانش عنده وقت للتحضير، ما كانش عنده وقت ان هو يزرع، ما كانش عنده وقت ان هو يدير الفرقه بكل الافكار اللي موجوده عنده. التوقيت كمان لاصلاح الاخطاء كان توقيت قليل جدا، انت النهارده بتلعب الاثنين وبعد كده بتلعب الخميس، ثلاث بتريح، الاربع يعني بتصلح بعض الحاجات الصغيره قوي، لكن ما بتلحقش تحفظ. في مدربين بيجيدوا التحفيظ، ان هو يحفظ اللعيبه بتاعته طريقه لعب، يحفظ اللعيبه بتاعته ازاي يشتغل، ازاي يتحرك، ازاي يتحرك جماعي، بالتاكتيك بتاعه عايز يعلم اللعيبه، يدربهم، يفهمهم، فبياخد وقت. موسيماني الموسم الماضي ما كانش عنده التوقيت ده، ما كانش عنده الوقت ان هو يشتغل مع اللعيبه، يحفظهم، يضيف ليهم، يشتغل بتاكتيك مختلف، تاخد بالك؟
كان جه على مستر فايلر على طول في نفس التوقيت، فانت اللعيبه النهارده يعني كانت شاربه من فايلر كتير. أيوة. ممكن الراجل يبقى عنده اختلافات في وجهات النظر، عنده امور فنيه ثانيه عايز يجربها، عنده حاجات عايز يضيفها للفريق، عنده المساحه انه يعمل ده. ما كانش عنده الموسم ده، عنده الموسم ده. انت اهو عادي دلوقتي الامور بالنسبه لك اعتقد جيده بالنسبه لمستر موسيمان، يعني اللعيبه بتاعته موجوده، يقدر يشتغل معاهم، يقدر يحفظهم. الاداء الفني الجماعي للاعيبه النادي الاهلي لابد انه يظهر الموسم ده. ايوه تمام. احنا مش يعني مش هينفع تقول ايه احنا نستنى الموسم اللي بعديه عشان يظهر. ممكن نعذرك في بعض الاوقات السنه دي الاجهادات الكتير، لكن لما يبقى عندك مساحه تشتغل فيها وتادي لازم يبقى مستوى فريق النادي الاهلي الفني على القدر الكافي. وانت بتحضر لبدايه مشوار بطوله افريقيا، ايه الحاجات اللي شايف انه مفترض نشتغل عليها الفتره دي، وخصوصا برضو انه يعني في جزئيه برضو انه الفرقه مش كامله، يعني انت عندك حوالي 10 لعيبه تقريبا موجوده مع منتخباتهم، اللي موجود مع منتخب مصر، واذا كان معلول ولا ديانج ولا ميكسوني موجودين مع منتخبات بلادهم. بص خد بالك برضو بتبقى في صعوبه شويه على المدير الفني لما يبقى عنده نص الفرقه تقريبا منتخبات، سواء اذا كان مع منتخب مصر او حتى مع زي ما انت بتقول تاو تونس على علي معلول. تاو معانا طبعا عشان تعرف الاهلي ما صفروش، بيبقى الامر صعب بالنسبه له، لانه مهما بيحفظ هو بيحفظ لعيب ممكن ما يلعبش اساسي بالنسبه له، وده امر بيبقى صعب جدا جدا جدا، بس بيحاول ان هو يستغل اللعيبه الموجوده دي. في بعض الاوقات بتكتشف في الظروف اللي زي دي لعيبه بالنسبه لك ممكن يبقى رقم اثنين وقريب انه يبقى رقم واحد. في بعض الاوقات اللي زي دي الاجازات اللي هي مش الاجازات، الفترات الراحه، فاهم؟ يعني انا النهارده بشوف عندي ماتش ودي، ممكن أيوة. اختار لعيب يبقى احط عيني عليه، اكتشف لعيب. هو انا لو سالتك سؤال، والاهلي ممكن يلعب ماتش ولا ماتشين قبل ما يقابل الحرس الوطني بطل النايجر، لو استثنيت الدوليين الموجودين مع 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 منتخبات في الفتره دي تصفيات كاس عالم، كابتن احمد بيان النهارده لو من لعيبه النادي الاهلي، مع الاهلي ما عندوش فرقه يقدر يلعب بيها افريقيا النهارده من غير الدوليين؟ الدوليين اللي هم علي معلول وديانج وميكسوني، دول مع منتخبات بلادهم. ميكسوني أيوة. مظبوط. طيب انت عندك طاهر، عندك كهربا، عندك كنت بتلعب السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه. ما انا بقول لك يعني انت النهارده لو هتلعب ماتش افريقيا ده كمان 3 4 ايام، انت فاينل افريقيا، ما انت لعبت بنفس اللعيبه دي. ايوه يعني لعبت بنفس اللعيبه تقريبا اعتقد باستثناء علي معلول، اعتقد يمكن صح، على ما اتذكر صح كده. لعبت وصلت فاينل افريقيا حتى كمان من غير علي معلول، لانه كان عنده فتره كان مصاب فيها. فانت وصلت فاينل افريقيا من غير علي معلول باللعيبه اللي موجوده، القماشه اللي موجوده دي، السبيريت بتاعه النادي الاهلي، بالشخصيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي. الراجل كمان كان يعني الحزم بتاعه في اوقات كتيره جدا كان مهم جدا جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. فانت النهارده عندك انت عندك قماشه لو جيت تفصلها هتلاقيها من افضل القماشات اللي موجوده في مصر على الاطلاق، وفي افريقيا كمان. طالما بتتكلم في مصر، طالما احنا اتكلمنا على مصر، يبقى اكيد في افريقيا نفس الوضع. يعني حسين الشحات لعيب دولي، طاهر محمد طاهر المفروض ان هو لعيب دولي، محمد شريف لعيب دولي، مجدي قفشه دولي لعيب دولي، كهربا لعيب دولي، ما انا بديك الاسماء المطروحه. حمدي فتحي ده لعيب دولي. انت بتتكلم على لعيبه منتخبات، يعني انت لما تيجي تشوف اللعيبه بتاعه النادي الاهلي هتلاقي لعيبه منتخبات، مش لعيبه انديه بس. يعني كما قيل قبل كده، يعني يمكن في واحد من ضمن الاساتذه يعني بتوعنا بتوع التحليل قال لك اصل محمد شريف مش لعيب دولي. يا عم انت بتتكلم، محمد شريف اللي لعب يعني 2 فاينل افريقيا تقريبا، ولعب البطوله كلها، ومن هدافين البطوله، ومسجل في النهائي، ولعب كاس العالم للانديه. ازاي انت يعني التقييم جالك منين؟ يعني انت حلمت كده، قمت من النوم حلمت قلت والله انا حلمت ان شريف مش لعيب دولي. هو المشكله كمان غريب. المركز بتاع شريف لو مش محمد شريف طب مين؟ يعني انت هتنقلني على المنتخب، وانا كنت عايز اجل المنتخب شويه، بس خليني اخد رايك في القايمه الاول. ازاي استقبلت الاسماء المستبعده وتحديدا شريف؟ لانه تقريبا في مركزه كل حتى بما فيهم المحترفين، اللاعبين المحترفين بره مصر تقريبا عطلانين عن التسجيل او المشاركه. انت بتتكلم في 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 كوكا، تمام، بقاله زمن برضه لسه يعني بعيد شويه، بقاله شويه حلوين. تتكلم في مصطفى محمد بقاله زمن بعيد عن مستواه بشكل كبير، وما بيلعبش اساسا مصطفى. وما بيلعبش النهارده، يمكن اعتقد لعب اساسي النهارده تهالي، يعني لعب اساسي النهارده اعتقد بس بقاله كتير جدا ما بيلعبش. فانت بتتكلم اللعيب اللي جاهز عندك هو محمد شريف، اللعيب اللي جاهز عندك محمد شريف. أيوه. لو الراجل محدش بيمليه
محدش بيمليه، ودي بتبقى نظريه مهمه جدا، نظريه الاملاء يعني، انما بملي الراجل اللي موجود. مين اللي بيمليه؟ يعني محدش بيمليه، دي تقصد بيها حد في الجهاز ولا حد في الاتحاد؟ حد ولا حد في الجهاز، حد في الاتحاد. ما هو انت برضو خد بالك الخبراء في مصر كتير جدا، ممكن يبقى خبير تحكيمي وبيتكلم في الفنيات بتاعت الكوره عادي يعني، ما فيهاش ازمه هنا في مصر، احنا عندنا كل متاح ومباح يعني على الملأ. فانت الراجل النهارده انت تقييمك لاداء راس الحربه اللي جاب جونين في الماتش اللي فات ايه؟ ممكن يكون ما يكونش افضل فنيا، افضل لعيبه فنيا، طب انت قيمت اللي موجودين اصلا؟ يعني النهارده ممكن يبقى شريف الحاله الفنيه بتاعته مش 90%، مش اعلى حاجه في الدنيا، مش 80%. أيوه. طب بس الاثنين اللي التانيين ما بيلعبوش اصلا، تمام، يبقى اجيب اللي ما بيلعبش ولا اجيب اللي انا حالته فنيه اقل شويه؟ اختيار مع مدرسه انه انا اجيب المدير الفني اديله مطلق الحريه والصلاحيه وخد قراراتك، انا بقول لك على سبيل المثال يعني، ولا حاجه زي كده ممكن. انت بتتكلم في مشوار تصفيات كاس عالم يا انت كابتن، بتتكلم انت لو خسرت اصلا من ليبيا انت كل سنه طيب. انت لو خسرت اي ماتش من ماتشين من ليبيا باي 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 باي، لو خسرت ماتش من ماتشين كل سنه وانت طيب، مفيش كاس عالم، مفيش صعود اصلا للمرحله الثانيه. ايوه يعني احنا بنتكلم في فرق يعني، انا اسف يعني، فرق يعني غير مصنفه اساسا ومش موجوده. شفت ماتشات ليبيا؟ للاسف لا، ما شفتش. منتخب حلو جدا على فكره، انا مش بس يعني كسب ده بالعكس، منتخب حلو يعني، منتخب تقيل منه، كرة جيدة بيقدم كرة كويسه جدا وكره سريعه يعني. بالك يعني حتى المباراه اللي هو طبعا فيك كمان دلوقتي، بس خد بالك حتى المباراه اللي قدام انت عملتها، ما احترمنا للمنافس يعني، بس ده مش ده اللي تقيس عليه اصلا، مش ده اللي تبني عليه المنتخب يعني. انا اسف يعني، احنا يعني النادي الاهلي لو لعب الفرقه دي هيكسبها 6-0، انا بكلمك بامانه يعني، النادي الاهلي لو بيلعب فول تيم هيكسب الفرقه دي 6-0 6-0 مع الرقفه يعني. بتتكلم على منتخب يعني، ما احترامنا ليه مش موجود اصلا على ما معلش برضه انا هقول لك برضه حاجه يعني يعني ممكن تضايقك شويه، هو في منتخب مصر اساسا؟ طب ما منتخب مصر قدام انجولا اللي كانت بتلعبنا على ارضنا هنا بشق الانفس يعني، فلتنا بالجون اللي احنا جبناه وخدنا اول 3 بونت، ولما طلعت تلعب الجابون بره، منتخب مصر ما جاش بقاله 10 11 سنه يا كابتن احمد، مش بس الجيل ده ومش بس الجهاز الفني ده، انا بكلم حضرتك من 2010 ما فيش كوره في مصر، من ايام برادلي، من ايام كابتن حسن شحاته، من اخر يعني كابتن، من اخر مرحله كابتن حسن شحاته، لما معاني في افريقيا ما بنوصلش يعني، ما صعدناش كاس افريقيا مظبوط، اللي نورت شويه فتره هيكتور كوبر، وصلت كاس عالم ورحت هناك للاسف الشديد يعني، قدمت اسوأ عروض ممكنه ويعني وصلت بطوله افريقيا نهائي افريقيا، دي يعني شويه كانت الامور جيده مع 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 هيكتور كوبر، مع كوبر يعني بشكل كويس، هو كان حافظ، بص هو كان بيلعب على امكانيات لعيبه المنتخب، احنا هنا مشكلتنا ان احنا انت عارف انت لما تسعر حاجه بسعر اعلى من ثمنها، يعني هو ده اللي كان بيحصل هنا في الفتره اللي فاتت دي، ان انت مدي حجم كبير جدا لمنتخب مصر، مش كمنتخب، مش كاسم نادي، منتخب مصر اسم كبير جدا واسم يعني عالي جدا، انا بتكلم على القماش، تدي حجم للقماشه اللي موجوده اعلى من قيمتها الطبيعيه، خد بالك مع احترامنا للجميع وكل اللعيبه طبعا بنحترمهم ونقدرهم، ولكن انا بكلمك على اللي احنا شايفينه كفنيه فنيات، وبعدين تفاجأ في الملعب بحاجه مختلفه تماما. فانت اللي عمله هيكتور كوبر ان هو قدر يشتغل مع القماشه المحدوده دي، ووصل بيهم لاقصى درجه ممكن اي حد يوصلها في العالم. يعني احنا طموح كبير بالنسبه لنا بره امكانياتنا ان احنا نوصل كاس عالم. انت انا هسالك بس سؤال، خليني احط نفسي سالني انت ماشي يعني. انا بتسال، انا بسال بس ما بتسالش بس ماشي. خليني بس اسالك انا سؤال، اتفضل. هل في حد من السادة المسؤولين عن كرة القدم في مصر عمره فكر كده قال لك احنا عايزين 20-30؟ لا استنى بس، من غير ما تكمل. طب ما حصلش. طيب احنا باصين تحت رجلينا، تحصل المشكله نبتدي نفكر في حل، لكن عايز تقول لي ان في تخطيط لمنتخب اول ومنتخب اولمبي ومنتخب شباب مثلا ازاي توصل كاس عالم وازاي تلعب دور 16 وازاي بالظبط انك ازاي تتخطى لا يا راجل يا راجل يا مؤمن، ده احنا دلوقتي بقى 34 فرقه في كاس العالم، يعني الصعود ممكن يبقى سهل. انت كان معاك مين المره اللي فاتت؟ أوروجواي صح مش كده؟ أوروجواي والسعوديه وروسيا. السعوديه وروسيا، يعني الطبيعي جدا يعني الطبيعي أيوة. انك يبقى من اشد الناس منافسه على الصعود المركز اللي بعد كده. والله احنا كنا راسمين كده، راسمين نتعادل مع أوروجواي ونكسب بالسعوديه وروسيا، يعني المصريين كانوا عاملين ورحلات بقى روسيا بقى، يلا يا جماعه عشان لاول مره هنوصل دور ال 16 بقى. لا انا بكلمك بجد، هل انت عمرك سمعت مسؤول بيقول يا جماعه زي ما بيحصل في اليد كده، يعني ما شاء الله اليد، مش هو اليد دي مش مصريين برضو؟ مصريين زي حالاتنا، اخواتنا مصريين يعني، بيعرفوا يخططوا برضو، بيعرفوا يشتغلوا، بيعرفوا يوصلوا ويعملوا انجازات. هل عمرك شفت مسؤول في مصر بيقول يا جماعه احنا عندنا
هدف ان 2030 منتخب مصر ان شاء الله ممكن يوصل دور 16 وممكن يبقى عنده منافسه جيده. عمرك شفت الكلام ده؟ احنا بنتكلم في عارف ان لسه بنتكلم في الملعب، الماتش هتلعب العصر ولا المغرب؟ اصل في اضاءه ولا ما فيش في الملعب؟ ده نجيل طبيعي ولا نجيل صناعي؟ والله الماتش هتلعب في ميعاد ولا ايه؟ مراهن يا كابتن احمد على جهاز كارلوس كيروش ووصول مصر للمنتخب كاس العالم، ولا شايف ان فرصه ضعيفه؟ بص الراجل باختياراته طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني استبعاد محمد شريف واستبعاد مجدي قفشه، الاثنين من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، وليس مقياسا المباراه اللي فاتت برضو. خد بالك عشان ارجع واقول كلامي، مفترض انت كمدير فني ما بتقيسش او ما بتقيسش اللعيبه دي على الماتش اللي فات بتاع المنتخب، لان ده ماتش يعني 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 لا ما فيهوش اي فنيات على الاطلاق. تمام، كسبت جولين بمحمد شريف ومع ذلك خرجته بره المنتخب، مجدي قفشه ملوش دور، مع ان انا مش شايف ان في بديل مثلا لعبد الله، او ممكن اللعيب اللي بينافس عبد الله السعيد، وان كنت بشوف انا في الوقت الحالي ان مجدي قفشه افضل من عبد الله السعيد. راجل بيجري متحرك عنده سرعه، امكانياته جيده في الملعب، ممكن محتاج في بعض الاوقات ان حد يشد عليه شويه، وده وضع طبيعي. اللعيب في بعض الاوقات ممكن يبقى نسبه التركيز بتاعته اقل، فانت بتحاول تقومه، وده دور مهم جدا للمدير الفني، وان ما كانش المدير الفني يبقى كابتن ضياء السيد، لان المفروض المفترض ان ضياء السيد يبقى له دور مهم جدا جدا في الحته دي في الاختيارات. الراجل ما يعرفش حاجه، انا راجل جاي كده بتفرج على الماتشات تمام وببتدي اقيم، حلو والله مين ده مين ده مين ده مين ده مين ده، انا قاعد مع الجهاز الفني بتاعي يا جماعه اللعيب ده امكانياته ايه وده امكان، فبتدي المدرب خاصه انت ما شفتش، يعني طالما انا ما شفتش يبقى بسمع، يبقى المفروض ان انا بسمع صح، ما ينفعش وانا بسمع اسمع غلط، ما ينفعش وانت بتغششني الاختيارات دي تغششني غلط. يحاسب على فاتورتها، يتحمل مسؤوليتها، كل جهاز يا اما الجهاز يطلع يقول احنا قلنا يا جماعه واتكلمنا مع الراجل وادينا له وشرحنا له، والراجل ده هو حر بقى في اختياراته. تمام، انما صمتا ما خد بالك انت بره في اوروبا بتتسال انت ما خدتش اللعيب ده ليه؟ فاهم؟ عادي على فكره، عادي جدا، انت ما اخترتش ده ليه؟ ما تقعدش بقى تقول لي ايه ده الجهاز الفني هيتحاسب بعدين، اللي بيتحاسب مصر مش كيروش. اللي بتحاسب مصر، اللي في الاخر مش هيصعد مصر، هو الراجل هيخلص مع منتخب مصر وشكرا سامع. فشل اخدت يا عم الفلوس الحمد لله مرتبه تمام زي الفل وما اديتوش، هياخد انطاليه الاتحاد الدولي هيروح يروح. السلام عليكم السلام، انما في النهايه انت اسم مصر هو اللي العاتق بيبقى عليه، اسم مصر المشكله بتبقى عليه، فاهم قصدي؟ ايوه. طيب انت يعني قبل مرحله ما قبل كيروش وما بعد كابتن حسام البدري كانت اتطرحت انه في التوقيت ده انك بتغير في نص تصفيات كاس عالم، محتاج مدرب يكون عنده درايه كامله بمستويات اللاعبين، شايف مستوى اداء المنتخبات، حاطط عينه على نقاط الضعف او المشاكل او النقط السلبيه، فبالتالي سهل ان هو ياخد في نص المشوار التصفيات ويصلح ويشتغل، عنده تقييم موضوعي جدا لمتابع اللعيبه. فنروح للمدرب المصري وطرحت بعض الاسماء، وفي ناس قال لك لا المنتخب ما بينفعش معاه غير الجهاز الاجنبي. انت كنت مع قرار ان احنا في التوقيت ده ناخد مدرب اجنبي، وتحديدا اختيار كارلوس كيروش؟ هو مدرب محترم، السي بتاعه محترم جدا، اسمه جيد، لكن انت بتتكلم في التوقيت برضه، توقيت صعب، توقيت صعب خاصه ان المباراه اللي انت هتلعبها دي هي مباراه المنافس بتاعك المفترض، اللي انت حطيت نفسك يعني في الحته دي وخليته هو المنافس الحقيقي بتاعك. يعني انت الطبيعي ما يبقاش ليك منافس في التصفيات دي، الطبيعي. يعني اسم مصر وامكانياتها وحجمها، ما ينفعش تقول لي ان اصلا المنافس بتاعي الهيد تو هيد بقى ليبيا، فاهم قصدي؟ مع احترامنا طبعا المنتخب الليبي وقدراته وامكانياته وتاريخه، بس تاريخ مصر في كره القدم اعلى بكتير جدا 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 منتخب ليبي، فانت اللي حطيت نفسك في الحته دي، دي رقم واحد. رقم اتنين، انت جبت مدير فني محترم بس في توقيت غلط. عارف انت ايه؟ ان انا باخد ديسيجن صح في توقيت غلط، يبقى ده ديسيجن غلط. كنت مع استمرار حسام بدري ولا مع كان انه ممكن يتولى المسؤوليه مدرب مصري غير كابتن حسام؟ مين على مين مدرب اللي طرح في التوقيت ده؟ يعني الناس طرحت ايهاب جلال وحسام حسن. احنا من ساعه ما بطلت كوره وانا بسمع عن ايهاب جلال وحسام حسن، ما سمعتش عن حد تاني. انت شايف في حد تاني؟ حسام حسن مدرب جيد ومحترم تمام بالك، بس انا لما يعني انا ليا تعليق بسيط عن كابتن حسام، يعني هو راجل مدرب محترم وعنده سبيريت عاليه وكل حاجه، بس لما اشتغل مع الزمالك تحت الضغوط ما حققش حاجه. ده مش معناه انه ممكن ما يحققش مع منتخب، ممكن يحقق مع منتخب، بس انا بديك التجربه اللي انت بتختار بناء عليها. يعني انا النهارده مثلا لما تمسك المصري تاخد برابع، ما عادي يعني ما خدش دوري، لما تمسك الاتحاد تاخد بخامس عادي، ما خدتش برضه، ما عملتش الانجاز الفظيع يعني.
ليس تقليلا برضو من كابتن حسين، كابتن حسام راجل محترم، ولو وما اقدرش اقول لك ان هو مع المنتخب هيبقى عامل ازاي، لكن انت بتتكلم هيتم اختياره بناء على ايه؟ لان الاختيار هنا في مصر انت ما تفهمش يعني، بيصحى الصبح احلامه تمام والنهارده كان يوم لطيف. في اسم من وجهه نظر كابتن احمد يستحق انه ياخد فرصه؟ ما عنديش اسماء. طب خلينا ناخد جزء كده عشان ندي الناس برضو مساحتها. في ناس بعت لك اسئله على صفحاتنا على السوشيال ميديا. اول سؤال من مصطفى كرم، انت تابعت طبعا بعض الصفقات الاهلي اللي شاركت، تحياتي ليك استاذ احمد والكابتن احمد جوال، عايز اسال كابتن بلال ايه رايك في اداء ميكسوني؟ جيد. يعني كبدايه لعيب متحرك متحرر، عنده جرأة وعنده شخصية يعني في البداية، ممكن يبقى يعني لعيب بروميسنج يعني، ممكن يبقى لعيب مبشر يعني. هنستنى منه أكيدا، هنحكم عليه بعد 6-7 ماتشات، ولما يلعب بشكل أساسي هنقيمه بشكل أكبر. في اسم تاني يعني من صفقات الأهلي الجديدة أو اسم من سكواد الأهلي الموجودة بيراهن عليه أحمد بلال الموسم اللي جاي؟ بص أنا يعني أتمنى نجاح بيرسي تاو مع الأهلي يعني. أتمنى تاو. لعيب جيد جدا، لعيب منتخب، لعيب عنده شخصية، لعيبة النقلة اللي عملها من الدوري الإنجليزي للدوري المصري، أتمنى أنها تكون نقلة مفيدة بالنسبة له قبل ما تكون مفيدة بالنسبة له. تمام، نروح لمحمد بدر، تحياتي للوجهة المشرفة، كتر خيرك والله أحمد سمير والأسطورة أحمد بلال. لو رجعت تلعب في الجيل تاني، مين اللاعب اللي تحب يبقى صانع ألعاب لحضرتك؟ في الجيل الحالي؟ آه. يعني أكتر واحد هو مجدي قفشة، لعيب أنا بحبه، بحب لعبه وبحب ستايله كمان يعني. ستايله جميل ولعيب عنده رؤيه في الملعب يعني. وراس الحربه اللي ممكن يبقى منافس لكابتن احمد بلال دلوقتي؟ بص يعني انتوا يعني مركزكم على فكره مركز جماهيري جدا. جدا. طبعا جدا. لا طبعًا. انت راس الحربه ده طبعًا. يعني الضغط، لو الضغط الجماهيري على الفرقه كلها 10 نقط، اللي راس الحربه شايل 8 لواحد. بجد والله شايل 9 لواحد. صحيح. انا عايز اقول لك احنا ازارو مشي من الاهلي وهو كان هداف دوري عادي. صحيح. انت متخيل؟ أيوة. من أيوة. الضغوطات الكبيره جدا اللي ممكن تبقى موجوده على اللعيب. ايوه. فاهم قصدي؟ يعني المركز ده مركز صعب جدا جدا. محتاج ضبط نفس غير طبيعي. ضبط انه محتاج دكتور نفسي ماشي جنبك على طول. والمنافسه فيه برضو بتبقى صعبه. طبعا طبعا. لان خد بالك انت ممكن التوفيق بيلعب فيه دور كبير جدا يعني، كبير قوي. أيوة. ممكن تبقى تعمل كل حاجه. ويجي مثلا بديل يجيب جول. أيوة. تعمل كل حاجه وبديل يجيب جول، فخلاص المدير الفني غصب عنه خلاص هيبتدي. وانت كمان برضه هتبتدي. يا لا مش بقول كده بقى يعني الرحمه بقى يعني. يعني صلاح يعمل وماني يسجل. فاهمني؟ محمد جلال بيسالك مين افضل مهاجم لعبت جنبه؟ بص انا لعبت جنب ناس كثيره يعني، والحقيقه بص الاجيال اللي لعبت جنبها، انا لعبت جنب خالد بيبو، لعبت جنب حسام حسن. ايوه. لعبت جنب علي ماهر وعلاء ابراهيم وعلى عماد متعب طبعا. فلافيو. بص كل اللعيبه اللي لعبت جنبها في الاهلي. انت في الاكواع. انتوا عتاوله بصراحه. كل الاسماء يعني مش عايز انسى حد، بس تختار يعني تختار منهم وانت مغمض. محمد فاروق لعبت جنب لعيبه كتيره يعني. ايوه. كلهم الحقيقه كلهم على مستوى عالي جدا 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 الحقيقه، لانه ثلاث ارباع اللعيبه دي كانت مدرسه الاهلي يعني. اسامه حسني. ايوه. لعيب من اللعيبه اللي تستمتع باللعب جنبها. اسامه يعني انا كنت بحب اللعب جنب اسامه جدا 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 يعني، لان اسامه كان بيلعب بره البوكس كتير قوي وانا كنت بلعب في البوكس. عماد متعب لعيب هايل جدا وتحركاته رائعه جدا جدا. أيوة. جدا. فاروق بيلعب ناقص قوي، كل واحد عنده ميزه كده. انتوا جيلكم جه بعد حسام حسن. حسام وفيليكس وعلاء ابراهيم. وصح يعني حسام حسن انا طلعت. أيوة. مع حسام حسن. تمام. كابتن حسام وبعد كده علي ماهر وعلاء ابراهيم ومحمد فاروق واحمد صلاح حسني لعب معانا فتره. خد بالك. وثم بقى عماد متعب واسامه حسني وفلافيو يعني. طيب نروح للاسئله تاني. شادي حافظ بيسالك ايه اللي ناقص المهاجمين اللي عندنا عشان نقدر نشوف حد زي عماد متعب واحمد بلال تاني؟ وبالمره بقى اخد يعني تقييمك كده لاداء شريف الموسم اللي فات ولحسام حسن الصفقه الجديده السنه دي. طيب شريف لعبه مختلف شويه عن تسعة العادي. اصل شريف من اللعيب بيحب يلعب، بيشتغل بوشه على الجول اكتر، لعيب بيحب يتحرك قطري اكتر، لعيب بيحب يشتغل في المساحات بشكل اكبر يعني، عكس حسام حسن. حسام حسن محطه. تمام. يعني تقدر تستعين بيه في الكرات العرضيه، تقدر تستعين بيه في الكرات الطوليه، الكرات العاليه، محطه بالنسبه لك، يقدر يسند ويشتغل مع اللعيبه اللي جنبه. الاثنين ستايلين مختلفين ممكن تحتاجهم في نفس التوقيت في الملعب على فكره. تمام. يعني حسام غير محمد شريف. الاثنين مختلفين تماما تماما يعني. احنا كنا بنفتقد في الاهلي لعيب اللي ممكن يبقى زي حسام كده، زي ستايل حسام حسن كده. يعني لو حسام في فورم عاليه. أيوه. تمام. هيبقى مفيد جدا جدا جنب محمد شريف. محمد شريف يتحرك من تحتيه،
او من جنبه يعني، ويبقى حسام حسن هو ده المحطه اللي بيلعب يعني. بالمناسبه خليني اقول لك برده سؤال حلقتنا ونسمع رايك فيه ونسمع راي الناس. انا كنت سالت الناس النهارده ايه الطريقه في ظل الاختيارات، يعني هل تتوقع طريقه معينه، الطريقه الافضل، خصوصا انك انت زي ما كنا بنتكلم عايز 4 بونت على الاقل، صحيح، ان ما كانش 6 من ليبيا عشان تضمن انك انت تتصدر المجموعه. فسالنا الناس كده الطريقه والتشكيل الامثل، نستعرض الاجابات سريعا كابتن احمد ونسمع رايك. في محمد مجدي بيقول الشناوي ومعاه فتحي وحجازي والونش وفتوح في الشمال، عبد الله والسولية وطارق حامد، صلاح ومصطفى محمد وزيزو، 4-2-3-1. ومحمد الهادي بيقول 4-1-4-1 بس من غير ما يختار اسماء. في فادي محمد، الشناوي وايمن اشرف وحجازي، شناوي وايمن اشرف وحجازي ومعاهم ياسر ابراهيم واكرم توفيق، يعني هيلعب ايمن في الشمال واكرم في اليمين، وحمدي فتحي والسولية وعبد الله السعيد، ومعهم صلاح وزيزو وكوكا، وطريقه اللعب 4-2-3-1. تحياتي ليك، تحياتي ليك يا فادي. طب ناخد واحد كمان، انسب طريقه، ده من محمد الرويني، انسب طريقه هي 4-3-3 والاعتماد على اللاعبين اصحاب الميول الهجوميه. سريعا كابتن احمد. طيب بص، هو طبعا الشناوي ناحيه اليمين اكرم ماشي بشكل كويس قوي 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 الفتره اللي فاتت دي، تمام، يبقى اكرم توفيق هيلعب. الناحيه الثانيه ايمن اشرف، انا فتوح ليا كومنتس كده على اداؤه في الـ في الـ في الـ يعني كباك ليفت يعني، تفضل مساك، بالظبط كده. الونش وحجازي الاثنين، السنتر باكس، حمدي فتحي ممكن يبقى هو اللعيب رقم 6 بالنسبه لك، قدامه في ظل التوليفه دي عبد الله السعيد، وانا كنت بفضل مجدي قفشه في الوقت الحالي. مفيش بقى، مفيش مجدي قفشه، يبقى عبد الله السعيد. يبقى احنا كده بنتكلم في 4-2، والثلاثي صلاح ناحيه اليمين وزيزو ورمضان صبحي ناحيه الشمال. انا بفضل رمضان عن زيزو الحقيقه ناحيه الشمال يعني، بالك ممكن زيزو في النص بقى في القلب، ويلعب مصطفى محمد، او يعني انا ما شفتش مصطفى بقالي كتير، وما شفتش برضو احمد حسن كوكا بقالي كتير يعني، ممكن يبقى واحد من الاثنين الاجهز فيهم يعني، في ظل عدم برضو وجود شريف. فانت هتلعب نفس الطريقه 4-2-3-1، ودي الطريقه الانسب اعتقد. نورت الدنيا يا كابتن احمد، اسعدتنا بوجودك معانا، سعيد جدا انا قابلتك النهارده، وكل التوفيق للاهلي في بدايه مشواره، وكل التوفيق بالتاكيد لمنتخب مصر في مهمه صعبه وليست مستحيله امام منتخب ليبيا. بشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره في نفس الميعاد 6:00، تحياتي لكل الاهلاويه.